اللقاء السابق من خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حدود الله هي ما شرعه لعباده حدا مانعا بين الحل والحرمة. وقلنا سابقا إن حدود الله إما أن ترد بعد المناهي وإما أن ترد بعد الأوامر، فإن وردت بعد الأوامر فإنه يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني غايتكم هنا ولا تتعدى الحد. لكن إن جاءت بعد النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، مش تعتدوها. ليه؟ لأنه يريد الحق أن يمنع النفس من تأثير المحرمات على النفس فتلح عليها أن تفعل، فإن كنت بعيدا عنها ولا تقرب منها يبقى إيه؟ ممكن. يعني من حام حول الحمى يوشك أن إيه؟ أن يوقع. وما دامت الحدود تشمل مناهي الله، مناهي الله وتشمل أوامر الله، فكل شيء مأمور به وكل شيء منهي عنه يجب أن يظل في مجاله من الفعل فافعل ومن النهي في لا تفعل. وإذا اختل نظام افعل في لا تفعل ولا تفعل فافعل يبقى اختل نظام الكون. وما دام اختل نظام الكون يبقى حصل ظلم. حصل؟ لأن الظلم معناه ايه؟ مش انك انت تنقل حق غير وتعطيه للغير؟ كذلك انت اذا نقلت دائرة تفعل في لا تفعل ودائرة لا تفعل في افعل يبقى ظلمت ولا ما ظلمتش؟ ربنا قال هنا افعل وقال هنا لا ايه؟ فكيف تأتي أنت في لا تفعل وتروح نقلها في إيه؟ في فعل، وفي فعل وتنقلها في إيه؟ لا تفعل. يبقى نقلت مجالا إلى، يبقى ده ظلم ولا لا؟ يبقى ده ظلم. تشريع الطلاق حد من حدود الله، فإن حاولت أن تأتي بأمر أمر الله به لحل إشكال اجتماعي تبقى أنت نقلت المأمور به إلى حيز الإيه؟ إلى حيز النهي، نهيت عنه. يبقى حصل ظلم ولا ما حصلش ظلم؟ حصلش ظلم. حصل ظلم. الحق سبحانه وتعالى حينما يعالج قضايا المجتمع يعالجها علاجا يمنع وقوع المجتمع في أدواء وآفات. البشر إن أحسن الظن بهم في أنهم يشرعون للخير وللمصلحة فإنهم يشرعون على قدر علمهم بالأشياء، فإن أحسن الظن ساعة يشرعون نقول لهم لا نأمن أن يجهلوا شيئا يحدث ولا يعرفونه فهم شرعوا لما عرفوا. وإذا شرعوا لما عرفوا وفوجئوا بأشياء لم يعرفوها ماذا يكون الموقف؟ إن كانوا مخلصين بحق داسوا على كبرياء غرورهم التشريعي وقالوا نعدل أو نحول، وإن ظلوا سادرين في غلوائهم من الذي يشقى؟ المجتمع. الحق سبحانه وتعالى لا يتهم الناس جميعا في أن منهم من لا يريد الخير، بل منهم من يريد الخير، ولكن فيه فرق بين أن تريد خيرا
وأن لا تقدر على الخير. انت شرعت لحد قدرتك ولحد ايه؟ ولحد علمك. ولذلك احنا قلنا سابقا ان شقاء التجارب في القوانين الاجتماعية النظرية تكون على من؟ على المجتمع. والذين يشرعون قد يحمون انفسهم من شرور هذه التشريعات. وقلنا الفرق بين العلم التجريبي المعملي والكلام النظري الاهوائي ان العلم التجريبي الذي يشقى صاحب التجربة. العالم في معمله هو الذي يتعب وهو الذي يشقى ويضحي بوقته ويضحي بماله ويضحي بصحته ويعيش في ذهول عن كل شيء الا تجربته التي هو بصددها. فاذا منتهى الى قضية اكتشافية، من الذي يسعد؟ المجتمع. ومن الذي شقي؟ لكن في الاشياء النظرية الذي يشقى من؟ المجتمع. والى ان يجيء مقنن بقى يعطف على المجتمع ويحنن عليه ويعدل. لكن الحق سبحانه وتعالى تحمل بتشريع الدين الاشياء اللي ممكن ان البشر يشقى به، فقال انتم في العالم المادي التجريبي المعملي احرار، تكون المعمل وستنتهون الى اشياء حتتفقوا عليها، لكن اياكم واختلافات الاهواء. ولذلك انا ساتولى ما تختلف فيه الاهواء لاشارع فيها حتى اضمن ان المجتمع ما يشقاش، وبعد ذلك يجي له واحد يبقى ايه؟ يبقى يشرع له. ولذلك نجد في كل ظرف من الظروف قضية اهوائية يتمسك الناس فيها باهوائهم، ثم تضغط عليهم الاحداث ضغطا لا يستطيعون ان يضعوا رأسهم في الرمال، بل لا بد ان يواجهوها. فإذا ما واجهوها ليحلوا إشكالها نجد أنهم التقوا بنظرية الإسلام. التقوا بنظرية الإسلام. ولذلك قلنا إن الذين كانوا يقولون لنا أنتم تقولون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الإيه؟ الحق، ليظهره على الدين ايه؟ مرة ايه على الدين، ومرة على الدين ايه؟ كله. ومرة يقول ولو كره الكافرون، ومرة يقول ولو كره الايه؟ المشركون. ليظهره على الدين كله ولو كره. يقول لك يا اخوان الاسلام ما امتدش ولسه التزال فيه ناس كتير، ما ولا ظهرش على الدين كله. يقول له اه، ويظهر على الدين كله بان يؤمن الناس بالاسلام جميعا؟ لا، لو فطنت الى قول الله ولو كره الكافرون لعلمت ان اظهار الاسلام على الدين مع وجود كافرين كارهين، وما دام مع وجود كافرين كارهين يبقى مش هيظهر كدين، ولكنه يظهر عليهم اي يغلبهم كنظام يضطرون اليه ليحلوا مشاكل مجتمعهم. كنظام ليحلوا ايه؟ فسيأخذونه وهم كارهون. وهم ايه؟ كارهون. ولذلك بياخدوه على انهم يحلوا مشاكلهم، يحلهم مش واخدينه كايه. والا لو كان هياخدوه كدين ما يقولش ولو كره الكافرون ولو كره الايه، لانه خلاص ما دام ظهر على الدين كله واصبح اسلاما يبقى لا كاره من كافر ولا كاره من ايه. لكن حين يقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يعني اطمئنوا يا من امنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم واخذتم الاسلام دينا، ان دينكم ستاتي تجارب الحياه لتثبت صدق الله في تقنينه لكم، وسيضطرون الى كثير من قضايا اسلامكم ليأخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم مع عنادهم في ان يكونوا دائما ضد الاسلام. وقلنا زمان ان ايطاليا اللي فيها الفاتيكان كانت الحملات على الاسلام لانه اباح الطلاق اللي احنا بصدده، وبعد ذلك اضطروا الى ايه؟ الى ان يقننوا الطلاق. واظن بالامس في اسبانيا
ابتدأوا يقننوا ايه؟ يقننوا الطلاق. قننوا الطلاق بعد ايه؟ بعد ما كانوا يأخذون على الإسلام كيف يبيح الإسلام الطلاق، وبعد ذلك اضطرتهم ظروف الحياة وظروف المجتمع إلى أن يقننوا هم الطلاق تقنينا إيه؟ بشريا، مش تقنين إيه؟ مش تقنين ديني ولا دين إيه سوى دي. تبين لنا مدى ثقتنا في ديننا وأن مشاكل العالم لن يحلها إلا الإسلام، فإن لم يأخذوه كدين فسيضطرون إلى أخذه كنظام. ومن شرف الإسلام إنهم كمان مش يأخذوه كدين، لأن الذي يأخذه كدين أقول لك أنا بطبق ديني، إنما يكون يبقى كاره الدين ولهوش على الدين وبعدين يأخذ من نظامه كده ويقنن به حياته، وده ده شوف بقى ادي اللي دي عظمه الايه، عظمه الاسلام، لان يمكن انت بتطبق دينك عشان دين، نقول له لا ده هو مطبقه لانه ما فيش فايده الا دي، ما فيش فايده الا ايه الا دي. يبقى اذا افهمه جيدا، ولو كره الكافرون ولو كره الايه مشروع، ويظهره حتى اذا ما جادلكم احد فقولوا له ان شرف الاسلام ان يظل في الدنيا مشرك وأن يظل في الدنيا إيه كافر، ثم يرغمون ليحلوا مسائل اجتماعهم بقضايا الإسلام، والإسلام يفخر بأنه سبقهم من 14 قرن إلى ما يلهسون وراءه الآن بعد مضي هذا الإيه هذا الزمن. فإن طلقها، إن طلقها الطلاق مرتان، وبعد ذلك قال امساك او ايه او تسريح، اهي تسريح ديا هي كلمة ايه، فان طلقها، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المسألة بقى عايزة ايه، عايزة درس قاسي شوية، الدرس القاسي شوية بانه ما يمكنش يرجع اليها الاول، قلنا في البينونة الصغرى يرجع بمهر وايه وعقد جديدين، مفهوم؟ هنا بقى لا عايزين ايه، لا مش محلل بقى، هذا الاول احنا عايزين زوج، والا لو دخل على انه محلل وهذا محلل له فهي حرام على الاثنين، ما تقولش ابدا محلل. ليه؟ ان دخل بهذا يبقى ما تنفعش لده ولا ايه ولا لده. نعم. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا طبيعيا ساقت اليه الظروف وطلقها بالظروف، مش حاجه مترتبه، مش حاجه ايه مترتبه. حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما، يعني الزوج الاخر، فان طلقها يعني طلق عادي، طلق ايه، فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله، يعني يغلب على الظن ان المسائل التي كانت مسار خلاف فيما مضى انتهينا منها، وحصل بقى تعقل، وحصل احترام المتبادل بين الاثنين، نواحى النقص ونواحى الخلاف، وتلك حدود الله يبينها ايه لقوم يعلمون. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، أظن لا، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. احنا نلاحظ إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وهل إذا بلغ الأجل وانتهت العدة هل يوجد إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ ده لا يوجد إلا التسريح، لا يوجد إلا التسريح. لكن في آيات اللي بعدها هتيجي، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الله، إذ هنا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وهنا برضو إيه، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ديك هبقول إيه، فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، والتانية بتقول ايه، لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. الله،
ايه الحكايه دي؟ ام قال لك لان البلوغ ياتي بمعنيين، البلوغ ياتي بمعنى المقاربه، يعني زي اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. هو انت اذا قمتم الى الصلاه بتغسل الوجه، ولا اذا اردت القيام الى الصلاه قاربت القيام الى الصلاه؟ تيجي مثلا يلاحظ ان الانسان لما يكون مثلا مسافر وبعدين جه مثلا عند بعد كفر الدوار بقى كده وسابها بشويه، يقوم مثلا السواق او اللي يقول لك ازاي الحمد لله على السلامه وصلنا اسكندريه، بلغنا اسكندريه ولسه فين؟ لسه ما وصلناش الايه اسكندريه. يبقى مره يطلق البلوغ على الايه؟ على القرب، ومره يطلق البلوغ ويراد به الايه؟ البلوغ الحقيقي. هنا في الايه الاولى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن، المطلق فامسكوهن بايه؟ او يبقى ما انتهتش العده، يبقى بلغنا اجلهن، يبقى لسه العده ما انتهتش، يبقى قاربنا ان ايه؟ قربا تتمكن منه ان تفعل ذلك او ذلك، يتفعل ده يتفعل ده. يبقى شوف ازاي، يبقى انا عنده ان لا يمسك بمعروف لا يصرح باحسان. يبقى القدر البلوغ اذا ترك لك من البلوغ للعدة هذا القدر الذي يبيح لك او يسع ان تمسك او تسرح، يبقى قدر ضئيل ولا لا؟ يبقى قدر. اذا يريد ان يتمسك بامر الابقاء الى اخر لحظة، ادي علة التعبير، يريد ان يتمسك بالابقاء واسبابه الى ايه؟ انتوا فاهمين واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، اجلهن يعني ايه؟ يعني العده بتاعته. طب ما دام العده جت اله ان يمسك او يسرح ده انتهت خلاص، مش كده؟ نقول له فبلغن اي قاربنا البلوغ، وقاربنا البلوغ بدرجه تتسع لتصرف التسريح او الامساك. والتصرف التسريح والامساك يجي في لحظة ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الله اراد ان يستبقي بهذا الاسلوب اسباب الالتقاء وعدم ايه؟ وعدم الانفصال لاخر لحظة. ولذلك يقولك لاخر لحظة اريد منها كذا، لاخر لاخر لحظة هي دي بقى. يبقى اذا فبلغنا اجلهن يعني ايه؟ يعني قاربنا بلوغ الاجل. ولماذا عبر عن ذلك؟ قال لك لانه يريد ان ينبه الى انه يجب ان يتمسك باستبقاء الحياة الزوجية الى اخر فرصة تتسع للتسريح وللامساك. فرصة لتتسع للتسريح والامساك هي ايه؟ هي لحظة نطق التسريح او الامساك. يبقى بلغ الاجل ولا لا؟ والتانية بقى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان، وهو ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يجعل المسائل بين الزوج والزوجة مسائل لا تتعدى الى غير الزوج والزوجة. ليه؟ لان بين الزوج والزوجة اسباب تجعل الواحد منهم يلين جانبه للآخر، إنما إذا دخل طرف ليست عنده هذه يقوم ينبني فيه اللدد ولا يوجدش فيه المحوك. يعني الأم مثلا، الأب، الأخ، القريب من الزوج أو من الزوج، أو إذا هيدخلوا في النزاع هيدخلوا في نزاع سيظل فيه لدد ولا عندهمش الحاجة اياها. طب هم بيلينوا البعض علشان المسائل اللي بينهم وبين بعض، مش كده ولا لا؟ ودول ما فيش عندهم مسائل. ولذلك يجب بقى نفهم ان اي مشكلة تحدث بين زوج وزوجة ولا يتدخل فيها احد تنتهي بسرعة بسرعة، بدون لا ام ولا امها ولا اخويا ولا اخوها ولا اي حد. ليه؟ لان لما يدخل طرف اخر، الطرف الاخر ما عندوش الدوافع. هو يدخل مثلا عنده دفع ولقى المرأة كده بشكل هندامها كويس ومش عارف ايه وبتاع، يمكن بقى ايه يروح الحكاية انتهت، وهي برضو الحكاية انتهت. انما طب نجيب دي ازاي بين امها وبينه، ولا بين امه وهي؟ ما يمكنش.
ولذلك من سلامة الأسرة أن يظل الخلاف بين الزوج والزوجة، لأن الله جعل بينهما سيالا عاطفيا، والسيال العاطفي قد يسير إلى نزوع، هذا النزوع هو الذي يصلح ويخلي كل واحد يتنازل إيه؟ يتنازل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما جه في طلاق السنة قال لك إياك أن تطلق المرأة وهي حائض. ليه؟ لأن بسبب بتكون حائض النفس تتقزز منه، وهو يريد أن تطلقها في طهر، وطهر لسه أنت يعني في ما جمعتهاش فيه، يبقى لسه يعني هي طهرة ولسه ما جمعتهاش، يعني المسألة لسه عندك. علشان ما تطلقهاش إلا وأنت في أمتع ما تكون إليها إيه؟ أمتع ما تكون إليها حاجة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحفظ الخلافات بين الزوج والزوجة في إطار الزوج والإيه؟ ليه؟ لأن فيه سيال يصلحهم، إنما إذا دخل أطراف أخرى السيال ده مش موجود، وهي همها إيه؟ همها ولا أمه ها؟ ولا أبوها ولا أبوه ولا أخوه ولا أخوه، مفهوم ولا لا؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني انت مش تقول علشان ما انا اجيبها برضو اذلها، ولا تمسكوهن ضرارا ليه؟ لتعتدوا. ومعنى الضرار ان تصنع شيئا في ظاهره انك تريد الخير، وفي الباطن انك تريد الايه؟ انك تريد الشر. ولذلك دي مأخوذة مسجد الضرار، مسجد الضرار. واحد بيبني مسجد حد يقول له ما بتبنيش مسجد؟ اه شو بني مسجد، انما هو عايزه ايه؟ ضرار، عشان كفرا وتفريقا بين الايه؟ ما بين المؤمنين. يبقى نقول له لا، ده صحيح او ده ايه؟ الضرار. وانت بقى في ظاهر الامر ما كنت ايه؟ تمسكها يعني تخليها، يقول ما طلقتهاش، انا عايزها على عايزها عشان عشان تزلها. ولذلك ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. إياك أن تظن أنك حين تعتدي ظلمت من اعتديت عليه. ليه؟ لأنك حين تعتدي على إنسان جعلت ربه في جانبه، يبقى أنت ظلمت نفسك ولا لا؟ أنت اللي ظلمت نفسك. نعم. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. خلاص. ولا تتخذوا آيات الله إيه؟ يعني خذوا نظام الله على أن نظام جد بيحكم حركة الحياة، حكم ما فيش فيه لا مراوغة ولا مهادنة ولا تجنيح في أخيلة كذابة، بل إيه أمر وإيه أمر واقعي. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم بيقولها لهم في معرض الطلاق والجواز والعملية دي كلها، ده معناه انه بيقول انظروا اين كنتم قبل ان اشرع لكم ذلك التشريع، واين كان حظ المرأة في الجاهلية قبل ان اشرع هذا التشريع، كانت حالتها صغيرة تتوئد مش كده، كبيرة تتذنب وتتعذب، اذا مات زوجها خلاص تتنفي في حتة ايه مسألة كالمتاع عندهم، وبعد ذلك بقى لها حقوق وبقى لها واجبات وبقى لها تقنين وبقى لها. فبيقول اذكروا كيف كانت حالتكم قبل ان يجيء الايه؟ الاسلام. كان يجيء الاسلام الواحد يطلق ويرجع، يطلق ويرجع، يطلق ويرجع، يطلق ويرجع، ان شاء الله الف مرة، مسألة تبديدة بدون ايه. فجاء الاسلام فحسم الامور حتى لا تكون المسألة هز ومسألة سخرية ومسألة ملهاش ضابط ومسألة ملهاش ايه، ملهاش قانون. اذكروا نعمة الله عليكم بالاسلام. طب انتوا بتقننوا للاسرة هذا التقنين الراقي اللي العالم كله عمال بيلهس علشان يصل الى ايه، الى مثله، وانتوا كنتوا ايه؟ امة شكلها ايه؟ طب انتوا امة ما كانش لكم لا ثقافة
ولا عندكوا اي حاجة وكلمة القبيلة هي اللي موجودة ولا عندكوا علم ولا عندكوا اي حاجة. وبعد ذلك يجي كده النضج التشريعي ده يجي لكم كده وبعد ذلك تنطروا هذا النضج التشريعي عشان ظلم الحضارات كلها يذوب امام هذا النضج وانتوا لا متحضرين ولا اي حاجة مش تذكرون بانكم بقالكم قيمة. انتوا الان كنتم زمام حركة الحياة ومدام كنتم زمام حركة وانتوا ناس اميين لو ان الاسلام جاء في امة متحضرة ان كان قلنا قفزة حضارية لا ما فيش يا اخوي نبي امي وام ايه هم امية ما الجابوا ده منين ام قال لك كله علشان ما يبقاش من ثقافة البشر شيء كله هابط من السماء مش من ثقافة البشر لو كانت امة لها ثقافة يقول لا ده بقى ارتقاءات حضارية يقول لا ولا حضارية ولا اي حاجة ده المسألة ولذلك ساعة ما نقول النبي الامي او الامة الامية هذا شرف لها ليه لان حظها ان لم تكن امية فثقافتها من بني جنسها مش كده عشان ما تبقاش امية لكن امية يعني اللي عندنا ده مش من عندنا ده ايه المسألة تبقى احسن ولا مش احسن يبقى عادي الاحسن يبقى اذا الامية فينا شرف ولا لا والامية في رسولنا شرف ولا لا ليه لان غاية الامية ان تحرم البشر ثقافة البشر لكن كل ام وجاب هذا كله دليل على انه مش من هنا خالص علم الانسان ما لم ايه لا لم يعلم الله يفتح عليك. ولا تمسكوا هنا وان يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب اللي هو القرآن والحكمة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إياكم أن تتهموا دينكم بأن الله فاته شيء من التشريع لكم فكل تشريع جاهز عندنا لأن الله عليم بما تكون عليه الإيه؟ بما تكون عليه فلا يستدرك كون الله في الواقع ما شرعه الله في إيه في كتابه لان خالق الكون هو الله ومنزل التشريع هو الله. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اهي بلغن اجلهن دي مش قاربنا بقى انتهت العدة خالص فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف خلاص هي العدة انتهت وما عادش له ان يراجعها وبعد ذلك افرض ان هو قال انا عايز ارجع اتجوزها تاني مش ارجعها بقى عايز ايه يموت او اهل اللدد يمكن هي وهم يعني ميالين لبعض لان في سيال بينهم وبين بعض ما حدش عارفه لكن بقى اللي دخلوا في الخصومة من الاهل يقفوا لك لا ما يمكنش ترجع له دي تاني اتجوزها تاني هنعيد ايه لسه مش عارف ايه ما دام هم تراضوا يا اخي وانت عارف ايه اللي بينهم ما تعرفش انت مالكش دخل انت في المسألة دي انتوا مفهمين الكلام مفهوم اظن اول واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن والعضل هو المنع فلا ايه تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اللي طلقوهم من الاول يعني ما تبيتوش اللدد والخصومة لان ان بيتتم اللدد والخصومة يبقى لم تجعلوا لتدرجات الطلاق بحكمة الله فائدة ما هي فائدتها ايه مش معنى ذلك اللي ما يصلحش من الاول ينصلح من الثاني طب وانت تمنع ليه انه كويسين بعد كده بقى ما هو ربنا عامل لها ليه مراحل انت كنت هتقول لا ما تنفعش تقول والله اذا المراحل ما لهاش لازمة كان يعملها بت من ايه بت من اول مرة يبقى معنى انه جعلها مراحل ان هو ايه الحق سبحانه وتعالى يعلم ان اللي ما يتهذبش بدي يتهذب بدي يتهذب بدي يتهذب بدي فاذا ما انتهى الى انها انتهى الاجل وبعد ذلك يريد ان يتزوجها مرة ثانية ما تقولش لا ما تنفعش وإلا ما كانش ربنا يعملها درجات بالشكل ده فلا تعضلوهن ان ينكحن ايه ازواجهن هنا ان ينكحن واحنا كنا هنا قلنا هناك لا تأيه ولا تنكحه هنا ان ينكحن نسب النكاح لمين للمرأة للنسوة هنا اذا تراضوا بينهم بالمعروف وما دام تراضوا يا اخي بينهم بالمعروف يبقى انت ملك انت يا اخي ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر كلمة شوف بقى
فلا تعضلوهن أن ينكحن. من الذي يعضل؟ الكلام لأولياء الأمور أو لكل مؤمن ومؤمنة؟ لأن الإيمان جعل الناس كلها إيه؟ أخوة واحدة. يعني برضو أهل الحل، أهل العقد، أهل المشورة، أعيان الحتة لازم يقفوا في المسائل دي. نعم. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم. شوف بقى كلمة وأطهر ديا تلفتنا لفته. اوعى لما تميل المرأة على انها تتجوز الرجل اللي طلقها وزعلكم وعملتم بينهم وبين بعض قضايا، وبعدين بلغت العدة وبعدين حبوا ورجعوا لبعض، تقفوا الوقفة دي وتقولوا لا. والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله الله. شوف بقى، شوف جاي ازاي زي الحلاوة. والله يعلم. شوف بقى تقولها كده، ذلك أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مفهوم أظن أوي. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. شوف بقى عظمة الإسلام. يتكلم عن الوالدات هنا يرضعن أولادهن بعد عملية الطلاق، لأن عملية الطلاق دي والانتهاء منها بتورث إيه؟ شقاق بين الرجل والايه؟ بين الرجل والمرأة. وبده يشرح للثمرة التي نشأت من الرجل والمرأة قبل ان يحدث شقاق. بيقول ما يكونش ساعة ما اتفقتم وبتاع وتجنوا جناية وتجيبوها وبعدين شقاقكم يجي على الغلبان اللي جه جديد ده. فبده يحمي الطفل من اثار الشقاق. الكلام ده في المطلقات. ليه؟ قال لك لأنه حيجي يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. مدام بيقول رزقهن وكسوتهن تبقى مش عايشة وياه، لأنها أصلها لو عايشة وياه كان يبقى ده بالزوجية هتاخد الرزق والكسوة وكل حاجة. يبقى كلمة إيه بيفرض عليها الشيء اللي هي ما كانتش تستحق لولا الرضاع لو كانت هي الزوجة. وبعضهم يقول لك لا ده دين الزوجات عموما. يقول له ده لما تكون للزوجات المطلقات دي، يعني بتبقى ايه؟ تبقى ادق في التشريع، لان اصلا لما يكون في اتفاق تبقى المساله ايه؟ المساله طبيعيه، مساله ايه. وبعد ذلك شوف بقى، شوف الدقه. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، برضو كلام خبري، ما قالش يا والدات ارضعن، امر، والأمر عرضة أن يطاع وأن يعصى، ولكن الله أظهر القضية في قضية خبرية على أن هذا أمر وإيه؟ واقع وطبيعي ولا يخالف. والوالدات يرضعن إيه؟ أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له. يا سلام على الدقة. ما قالش ما دام قال الوالدات، ما كانش يقول الوالدين بقى والوالد، لا ده قال المولود له، عدل عن الوالد وجاب ايه؟ المولود له. بيقول له انت اللي عليك بقى التبعات دي، لان المولود لك لن يحمل اسم امه. الله الله يا سيدي. انما ده حامل اسمك انت، ده المرأة وعاء، وانما امهات القوم اوعية ايه؟ مستحضر، وللاحساب اباؤه. وما دام يبقى انت اللي مولود لك، انتوا الاثنين والدين صحيح، انما هو مولود لمين؟ لانه هيحمل اسمك انت، وهي ضايعه في المساله. هي ايه؟ ما دام الحكايه بقى كده يبقى انت اللي ايه؟ نعم. يا سلام. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف المتعارف. الامر اللي ما فيش فيه لا اجحاف على ايه؟ على هذا ولا على ذاك. لا تكلف نفس الا وسعها. لا تكلف نفس الا وسعها. تبقى هي بقى كأم ما تحاولش ما تقول لا انا عايزها وانا عايزها وانا عايزها. المتعارف المعقول. نعم. لا تضار والدة بولدها. وبرضو ولا مولود له، ما قالش ولا والد بايه، عمال برضو بيذكروا بالحتة دي انه هو اللي منهم. نعم. ولا مولود له بولده. وبعد ذلك مش ضمن مع وجود، لان فيه فرق بين وجود الولد بين ابوين متعاشرين
ووجود الولد بين أبوين حيين صحيح صحيح حيين إنما غير متعاشر بل فيه خلاف، ووجود الولد بغير والد، ما هو بيقولوا على المولود له ايه؟ ام قال فاذا كان المولود له ده مات، يبقى خلاص نقول المولود له مات والذي يرثه عليه مثل ذلك، يبقى ضمن حياة الايه؟ حياة الطفل عند مين؟ فكأنه شرع له حين يكون معا، شرع له حين ايه؟ يفترق، شرع له حين لا يكون له ايه؟ له أب. وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، شوف بقى رحمة الإسلام، مش معنى أن واحد طلق واحدة وانتهت المسائل وبعد ذلك يوجد بينهم ولد أن تفضل الجفوة، لأن كلمة تراضي وتشاور دليل على أنهم برضو في قضية مشتركة وهي الولد، القضية المشتركة لازم يلاحظ فيها إيه؟ عاطفة الأمومة وعاطفة الأبوة، ونفضل ايه حتى ان الولد ما ينشأش ايه لما يفهم ان المختلفين دول اللي اتطلقوا من بعض وبعد ذلك عنده يلتقيان بالتشاور والتراضي في مسأله، يوم ايه اللي يحصل؟ يبقى الاثنين يخلق الولد ايه مثال، فاهم ان امه قدرت ظرفه وابوه قدر ظرفه، ورغم وجود الايه الشقاق والخلاف انهم اتفقا على مصلحته واثراها بتراض وايه وتشاور، مش ما نفهمش لا ما تشوف الاب ما يشوفش الولد الام ما تشوفش، مسألة مش فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الفصال يعني ايه؟ فصال يعني احنا قلنا الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، الحق سبحانه وتعالى اعطى الفرصة، قال ده لمن اراد ان يتم الرضاعة، انما هب ان ظرف خاص خلانا نقلل، ظرف خاص خلانا نكتر، ارادوا ان هم يفصلوه يعني يفتنوه عن ايه؟ عن تراضي، فلا جناح عليهما. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم، تسترضعوا يعني واحدة اخرى لاولادكم، فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف، لانه حين وكل الولد ترضع امه الحنان موجود، افرض ان الام ما عندهاش القدرة او ظرفها لا يسعفها الصحي على انها ترضع، هتسترضع تجيب واحدة انت مرضعة، يقول لك المرضعة دي انت لن تستطيع ان تضع في صدرها قلب ام، يبقى لا اقل من ان تبلغ منها مبلغ الرضا عنك وعن وليدها وعن الوليد اللي بترضعه، بانك انت تديلها ايه؟ ما يسخيها ويجعلها تقبل على ارضاعه بامانة وعلى الاشراف عليه في مدة الرضاعة بصدق. أن تسترضع، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم إيه بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يعني من الممكن إنك أنت تدلس على المجتمع، وساعة ما تشوف ابنك كده ولا اللي بترضع ابنك وتشوفه قدام الناس تديلها شيء من الإيه من الحفاوة ومن العناية والواقع غير ايه؟ يقول له لا انت متعاملش بقى المجتمع، انت بتعامل ربنا وربنا ايه؟ زي ما قلنا هناك والله يعلم وانتم ايه؟ لا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر وعشرة، مدام اتكلم عن الطلاق وتكلم عن الايه؟ العدة، يريد ان يتكلم عن عدة المتوفى عنها ايه؟ المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها دي ادالها 4 أشهر وعشرة، ايش معنى دكة اعتلها 3 قروء؟ والقروء يا اطهار يا احياض، المهم القرء والحيض، الطهر والحيض بياخدوا شهر،
بدليل ان الآيسة او الصبية الصغيرة اعطاها ثلاث ايه شهور. ثلاث شهور. نقول له يا اخي العدة في الاولانية دي كانت فراق اختياري، هو اللي اختار. لكن العملية في الوفاة دي عملية جبرية، يعني ما الزوج طلق ولا اي حاجة. يريد الحق سبحانه وتعالى ان يربب في النساء فضيلة الوفاء للعشرة. فضيلة الوفاء للعشرة دي ما بس مش نستبرئ رحم في العدة دي، كنا نستبرئ رحم بس، ولذلك ادنا لها اللي هي مدة الاربع شهور اللي تصبر فيها، وما خلناهاش إلاء برضو زودنا 10 أيام وفاء لحق الزوج الأول عليها، وفاء لحق الزوج الأول عليها، هذا إن لم تكن حاملة. فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، مش إنها حامل وولدت بعد شهر، لو ولدت بعد شهر في الطلاق كانت العدة انتهت، إنما في الوفاة نقول لا، أيهما أكبر يا الحمل يا 4 أشهر و10 أيام، اللي أكتر تبقى هي إيه؟ تبقى هي عدتها. وإلى